ما هذا؟ علبة رائعة، لا يمكنني رميها. عندي فكرة، سأعيد تدويرها. أول خطوة، يجب أن نغلفها كاملة بالشريط اللاصق. الآن غلفتها، انظروا صارت أمتن. لكن شكلها سيء، يجب أن أغلفها، لكن لماذا؟ يا إلهي، عندي فكرة، سأغلفها بورق ملون. الآن بعد ما غلفتها، سأفتح فتحة بهذا الحجم. الآن بعد أن فتحت الفتحة، يجب أن ألصق هذين القرصين بمسدس الشمع. بعدما لصقت القرصين، لصقت أيضا مقبضا، وسألصق هذين الغطاءين لقارورات. والآن انتهيت، وهذا هو المطبخ الصغير. إنه مطبخ رائع. أرجو أن تدعموني بإعجاب. وهذه هي لعبة اليوم، من علبة كرتون صغيرة حولتها إلى لعبة أطفال مسلية. وإلى اللقاء. تعالي إلى هنا أيتها السارقة. أرجو أن تكونوا استمتعتوا. كانت معكم ماريا عون من ولاية أندية، عمري هو 12 سنة.